الحمد والشكر لك يا ربي، الحمد والشكر لك يا ربي. فاي راسك شوي؟ لا الامور تمام الحمد لله. بدي مرايه. رح اعطيك مرايه بس لازم تعرفي انه هي النتيجه مو نهائيه ولسه وشك رح يتحسن اكثر مع العلاج والكريمه. وحتى الزرق تحت عيونك رح يروح ولسه في عمليه ثانيه بس مو هلا ليرتاح وشك شوي. اذا سمح الدكتور بدي مرايه. مرايه طيب. ايه دكتور، يعني قد ايه بدنا وقت لسه لحتى نعمل عملية تانية؟ خلينا نعطيها فرصة شوي لتتحسن وترتاح وبعدين بنقرر حسب النتيجة اللي بنحصل عليها بعد استخدام الكريم. خليني ارجع احط لك الماسك. لا. شو لا؟ خليه هيك. بس هيك ما بصير. يا خالتي يا حبيبتي، خليه يرجع يلف لك وشك، بتتحسني أكثر. خلي لي هيك يوم واحد بس. بعدين بترجع وبتحط. طيب خلي اليوم وشها بلا شاش وتحطي لها كريمات قبل ما تنام. ماشي دكتور. اوكي. يعطيك العافية دكتور. الحمد لله. تحسن أكثر من 70%. مبروك. مرحبا. مبروك اختي، الدكتور قال لازم عملية تانية وبعدين بترجع احلى واحلى، مو هيك سامي؟ ايه مزبوط. ها يا جماعة شو بدنا نضلنا على الباب؟ فوتوا لجوا لبين ما اجيب العشاء والحلوى. ايه يلا تقبرني يلا روح. فوتوا 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 فوتي. يا اهلا وسهلا، ما شاء الله الف الف مبروك يا اخي، الف الف مبروك. ما قبلت الدكتور يعطي لك كل شيء، على الاقل خليني احط لك المرهم. شو شايف؟ شايف الامل. امل لمين؟ لا تخافي. عم يحرق شيء؟ ما بعرف. شو قررتي؟ بدك ترجعي تغطي؟ ليش من امتى انا كنت صاحبة قرار؟ من اليوم ورايح. وشو ما كان قرارك رح كون معك. انت شو بدك؟ برجع بغطي؟ ضلني عم شوف. تصبح على خير. وانت بخير. سوسن رح نتجاوز هالمحنة وبكرة رح يكون أحلى. إن شاء الله. أنت بخير.
يلا يا فرح جعان. حاضر. اتفضل يا سيدي. ميرسي ميرسي. ايه ده؟ هي نادية مش تيجي تتعشى معانا ولا ايه؟ مش عايزة. ليه؟ نادية يا سيدي بتلم هدومها، عايزة ترجع مصر بكرة. ترجع مصر؟ ايه ده فجأة كده؟ انتوا ايه اتخانقتوا ولا ايه؟ لا ابدا. امال ايه القرار المفاجئ يعني انها ترجع مصر كده ومن غير سبب؟ مش عارفه، فجأة لقيتها بتقول لي انا حاسه ان انا ضيعت وقت كتير وانا لازم ارجع مصر عشان خاطر جامعتي. والله لو كان رجوعها مصر عشان خاطر جامعتها هيبقى عين العقل، عداها العين. حسام انا حاسه ان دي مش ناديه اختي اللي انا اعرفها. خايفه انها تكون اتصدمت في ستيفاني. اتصدمت في ستيفاني؟ وهي ايه علاقة نادية بستيفاني اساسا؟ ستيفاني بعتت لها عشان تيجي عندها الفيلا. وفعلا نادية راحت، فاكرة ان ستيفاني عايزة تساعدها. اكتشفت يا سيدي انها عايزة تعرف شوية معلومات عن الفيلم بتاعك انت وجو. وطبعا نادية ما قالتلهاش اي حاجة، لان نادية ما تعرفش اساسا الفيلم اتلغى. لا ما هو الفيلم ما اتلغاش. ازاي؟ مش انت قلتني الفيلم اتلغى؟ ده فعلا حصل الكلام ده، بس بعد كده رحنا انا وياسمين عند وليد محمود. وليد محمود ده بقى الممول الاساسي بتاع الفيلم، قال لي ان هو حابب الفيلم وحابب كتابتي وحابب ان احنا نشتغل مع بعض، والحاجه الوحيده اللي هتتغير هي جو. وياسمين بقى هتقف في وش الجو علشان خاطرك انت؟ لا، ما ياسمين هتنفصل عن جو اساسا، بس مش عشان انا، عشانها هي. عشان كده هي متمسكه بالفيلم، لانها الورقه الوحيده الرابحه اللي ممكن تكسبها دلوقتي، فهمتي؟ وانت؟ انا مالي؟ انا كاتب، هكتب وبس. هتكتب وبس يا حسام؟ هكتب وبس يا فرح. وبليز قولي اللي جواكي على طول كده دغري، عشان انا ما بحبش اللف والدوران خالص. وانا زيك بالظبط، ما بحبش اللفه والدوران. احساسي بيقول لي ان ياسمين متمسكه بالكاتب مش بالفيلم.